خذوا هذه القاعدة مني، بصير في تناقض سبحان الله. وكم في حياتنا وفي أدمغتنا من تناقضات. حكيت لكم في المرة الفارضة ربما إيه تناقض الإمام الذهبي، قال لك ويزيد ممن لا نسبه ولا نحبه. كويس، رأيك هذا، إحنا بنسبه وبنحبوش، نحن نسبه ولا نحبه. كويس، أنت رأيك هيك حر طبعا، إمام جليل. وبعد كم من صحيفة بسيطة قال ويزيد وكان ناصبيا فظا غليظا جلفا يفعل المنكر ويشرب المسكر، وها افتتح خلافته بقتل الحسين ابن رسول الله، واختتمها بواقعة الحرة فلم يبارك في عمره وفعل. يا ما شاء الله عليك، في سب أبلغ من هذا السب؟ بتقول لي ناصبي، يعني دينه بغض أهل محمد، أهل بيت محمد، بتدين بتقرب إلى الله ببغض من أمر الله بحبهم وتقريبهم، صح؟ والصلاة عليهم في الصلاة، هذا دينه النصب. ها؟ وبتقول لي فظ جلف غليظ، وبتقول لي يشرب يفعل المنكر، وكلمة منكر هذا تحتيها بتعرف الله أعلم إيش بيساوي، يفعل المنكر ويشرب المسكر. في سب يا ذهبي أكثر من هيك؟ رضوان الله عليه الذهبي، لماذا تناقض؟ لأنه هيك، لأنه في تفكيره في شيء صح وشيء غلط. هذه الكلمات صح، كلمات لا نسبه غلط، بدك تسبه، لازم تسب القرآن، مش سب القرآن لعن. ونحن نفرق بين السب واللعن. السب هيك لأبوك، هيك لأمك، يا كذا، يا أصلك واطي، يا خسيس، هذا سب. المسلم ما بيكون سباب، بس في شيء اسمه لعن. لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على من استحل حرم رسول الله، على من استحل أهل بيت رسول الله، على من زاد في القرآن، على من أحدث في الحرمين حدثا، على من أوى محدثا، على من غير منار الأرض، على المرابي، على هذه النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. والله صحيح، ما تعمل ليش حالك يعني فطن وذاك كثير مترف وإنسان ما شاء الله راقي، وتكية إنه إيه أتنزه عما أمر الله به ورسوله، عما فعله الله ورسوله. الله والرسول، الله لعن ورسوله أصنافا من الناس وأصنافا من البشر، صح؟ أنت تقول لا أنا بتنزه، أحسن لي ما ألعنش، ما شاء الله عليك، أدب هذا يعني ولا حماقة هذه ولا ما بعرف ولا هبل هذا في عقلك. لا، تعرف لماذا اللعن هذا؟ لكي يشعر الناس بحجم الجريمة. لما يقال فلان هذا خليفة لعنة الله عليه، بلعن الله ورسوله نلعنه، لأن الله قال فيه وفي أمثاله كذا كذا كذا.